كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، قال إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي يعرب عن أمنياته لأقباط مصر بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.